بتاعت السنة. مظبوط. يبقى احنا قلنا 3 حاجات، هما الاكتئاب، تقلبات المزاج السريعة، وكمان الحزن الموسمي. يمكن في بقى بعض النصائح والإرشادات اللي الناس ممكن تتبعها عشان تقلل الإحساس والشعور بالحزن اللي بينتابهم. وأولها ممكن أنت تتحدث لبعض الأشخاص المقربين ليك. أكيد لو أنت عندك شخص بتحبه وبترتاح له وقريب منك جدا ويقدر يستوعبك ويفهمك، حاول تتكلم معاه وتعبر عن كل انفعالاتك وغضبك وإحساسك بالطاقة السلبية. ممكن ساعتها تحس بالراحة وحالتك النفسية تتحسن للأفضل. تاني حاجة ممكن تتريق على نفسك في موضوع الاكتئاب، بيقولك التخلص من الإحساس ده عن طريق الفكاهة. يمكن في ناس كتير لما بيبقى عندها عيب معين في شخصيتها دايما بتحب تبروزه قدام الناس، اللي هو بيقولوا ايه، انا اتريق على نفسي احسن من اللي حواليا يتريقوا عليه. برضو نفس الكلام، ممكن تتعامل مع الاكتئاب ان هو مرحله وهتعدي، ان انت انسان مثلا سلبي فانت بتحاول تشتغل على نفسك وتبقى ايجابي وهكذا. ممكن ده برضو يحسن من حالتك النفسيه وما تشعرش بالحزن. بصي، يعني هو ممكن يكون برضو مش حته الاكتئاب، هو عامه الظروف السلبيه اللي ممكن اي شخص بيكون بيمر بيها عامه يجيله الاحساس ده، يعني ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ما يلا بقى نعدي بقى الموضوع. طيب يا جماعه، ومن ضمن برضو الارشادات اللي معانا انك تمارس طبعا اي هوايه انت بتحبها، زي مثلا في ناس بتحب مثلا الرياضه او اي حاجه انت بتكون عندك هوايه ناحيتها انك تعملها. ومن ضمن برضو الحاجات اللي معانا طبعا عارفين ان في ناس كتير بتحب قرايه الكتب، فانت ممكن تختار مثلا لو انت من محبين القراءه انك تختار كتاب تقراه مثلا يكون مفضل بالنسبه لك. ويمكن دي من ضمن الحاجات برضو ان احنا بنحاول نقول ايه هي الاسباب. وطبعا من ضمن الحاجات بقى مثلا كده شاور كده سخن كده غير المود، تخرج تقعد في الشمس الصبح، تروح مكان، انا بقى بدات ايه اجود من عندي بقى، تروح مكان تشرب كوبايه قهوه انت بتحبها، تروح مكان انت بتحبه، تاكل اكله بتحبها، بس ما تسرحش مش كل يوم علشان الموضوع ما يقلبش باكتئاب بقى زياده الوزن ونبتدي نخش في حته تانية. يعني في الاول او في الاخر حاول دايما ان انت تروح للاشياء اللي بتحبها او تحس او تحسس نفسك بقيمه الحاجات اللي في ايدك ان هي مهمه. ودي حاجه برضو كلها بتساعد في الاول او في الاخر ان الواحد ما يخشش في الحاله دي. هو الفكره انه طبعا احنا يعني الناس معظمها بدأت تتأثر بشكل كبير جدا بسبب الظروف العالمية، ضغوط اقتصادية مثلا، مشاكل يومية في الحياة، في الشغل، في الأشخاص. فأحسن وسيلة وإحنا بنقولها لنفسنا قبل ما نقولها لكم هو أن أنت تشغل وقتك على قد ما تقدر بالحاجات اللي أنت بتحبها طول الوقت. صح. عشان ما يبقاش عندك لحظة تفكر فيها بطريقة سلبية أو تتعرض للاكتئاب أو للحزن. زي ما قلنا لكم الارشادات والنصايح، انت بتحب رياضه معينه روح العبها، بتحب هوايه معينه ايه المشكله تتعلم بيانو او طبله او عود او اي حاجه مثلا انت حاسس ان انت ممكن تروح فيها او تلاقي نفسك فيها. لو صوتك حلو روح اتعلم الغنى، لو بتحب الرقص روح اتعلم الرقص، ايه المشكله دي؟ صح. حاجه مثلا من الحاجات. رياضات كتيره مختلفه، هوايات كتيره مختلفه، طول ما انت بتحاول ان انت توفق ما بين شغلك وما بين حياتك بقى الشخصية وان انت بتديها حقها، اكيد اكيد ممكن يقلل نسبة كبيرة جدا الشعور والاحساس بالاكتئاب او الحزن اللي ممكن تتأثر بيه بشكل كبير. سؤال يعني اتخضت. سؤال، انت بقى بتحسي بانهي نوع من انواع الحزن اللي احنا اتكلمنا فيهم؟ الاكتئاب. الاكتئاب. عليني بقى صوت المايك ده كده من غير ما افكر. بص اكيد انت كمان لا ده انا هقول لك، ده بيعدي عليك الاحساس ده، انا هشكلكوا همي دلوقتي. يعني انا مش من الناس المتقلبه في المزاج اللي هو مود سوينجز بقى، فبقى فجاه ابقى كويسه ومن شويه كنت متضايقه والعكس. لا بس دلوقتي بقى الواحد يصحى من النوم يحس ان هو مخنوق من غير سبب، واليوم بيكمل معاك للاخر. تاني يوم تصحى ممكن تحس انت عندك طاقه وعايز تهد الدنيا ومبسوط وفرحان، حتى لو مش هتخرج او مش هتعمل حاجه انت بتحبها. فهو السبب معرفش ايه السبب اللي انا يعني بيحصل لي كده، ما عنديش تفسير علمي للموضوع. بس انا حاسه ان الناس كلها بقت كده، دي حاله عامه. ايوه صح، الناس كلها بقت بتخاف، أنا خايفه قلقانه. بصي انا يعني الموضوع عندي انا بقى بيكون ممكن يكون مختلف شويه. عارفه حته اللي هو انا عندي حته اكتئاب المستقبل. ايه بقى اكتئاب المستقبل؟ اللي هو لا استرس ان انت عندك حاجات انا نفسي احققها، حلم من ضمن احلام ماشي خطوه خطوه خطوه، حاجات نفسي فدايما مشغول دماغي
ازاي احققها وازاي اوصل لده وازاي اعمل ده. فمن كتر التفكير في الموضوع ده وبتحس ان انت بتعمل كل اللي عليك وما بيدك حيلة في الاخر، فده ممكن يكون من الاحساس اللي هو ايه بيجي لي انا شخصيا وبيجي لناس كتير حواليها. طبعا الارزاق بتاعت ربنا وكل حاجة، بس عارفة برضو احنا كبني ادمين بنبقى ضعاف في الاول او في الاخر، ان احنا بنقعد نفكر طب بكرة، طب انا الفرصة دي مش عارف هعمل فيها ايه، طب انا هحاول هنا. فبتلاقي نفسك عايشة دايما في ستريس، فيبتدي يولد عليكي ضغط واكتئاب وقلق، ضغط واكتئاب وقلق زي ما انت فعلا بتقولي. دي حقيقة. حاول بقى بعد الهوا ناخد الارشادات دي وننفذها انا ان شاء الله. والله يا جماعة احنا بننصح نفسنا على الهوا قبل ما نقول الكلام ده لحضراتكم.